في ناس بيدعوا إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى، قاعدين في البلد دي زول يجيبوه في التلفزيون، وطبعا لأنه الناس كثير من الناس في جهل يقوم يغشهم يقول لهم انتوا عارفين ده اسمه محمد المنتصر، قال لهم انتوا عارفين كونه تقول ادوا سؤال قال له نصر يا شيخ فلان ومدد يا شيخ فلان ويا هل الله في اشياء مولانا قالوا له، قال الف وب قسمها طبعا، قال الف وب ب ما جابه للليلة ما سمعته جابه، قال الف اذا اعتقد ان الفاعل الحقيقي هو الله تعالى ما في شيء، يعني قال يا هل الله تلحقون لكن اعتقد ان الفاعل الحقيقي هو الله تعالى ما في شيء، قال شوف الدليل اللي جابه شنو، قال تقول نظره يا شيخ فلان ما في شيء، مدد يا شيخ فلان ما في شيء، ابقى استغاثه او النداء او نظره او مدد بايه الحديد. هم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم نظرة أتت في القرآن. البدء البمدد العباد منه، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم شنو انهار، ده الله سبحانه وتعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. فإذا قال إذا اعتقدت أن الفاعل الحقيقي هو الله تعالى ما في شيء، هو يا جماعة الناس ما بقولوا يا الله نجينا، لا لا زول عتر بيقول يا الحسن من المحن، ده نادى الله. أنا كنت بدرس في مدرسة في بيت صغيرة جاتني قالت لي اسمع يا استاذ، قالت لي انا دار اسالك سؤال بس بما جيت داخل الحصه، قلت لها شنو؟ قالت لي هل الكباش من اسماء الله؟ قلت لها لا لا ليه سالتي السؤال؟ قالت لي في مره في حجر ثقيل دار تزحه قالت يا الكباش، يعني البدع عندها طفله عندها عقيده انه ما بنادوا الا منه الا الله، ولانها ما حافظه اسماء الله الحسنى قال الكباش شنو؟ اسم من الأسماء، فسألت السؤال ده، ده دليل على صحة معتقدها. زول يقول يا فلان يا فلان الحقنا، يكون قاصد الله سبحانه وتعالى. حسي أنا طاقتي دي شالة معتزة الطاقية عنده، أقول يا محمد طيب اديني طاقتي وأنا عيني للشايل شنو الطاقية، الرزق منه عند الله، مش اقول يا الله اديني الرزق ما هو عنده، اقول يا فلان واكون قاصد الله سبحانه وتعالى. كلام ده بيجي يقول لك يا اخ ده ما وكيل، وكيل ايه شركه؟ وكيل ده يقول لك ده وكيل الكولا، وكيل شركه كوكوكولا، الله عنده وكيل؟ قال تعالى في القران في اوائل سوره الاسراء الا تتخذوا من دوني وكيلا، ألا تتخذوا من دوني وكيلا، وقال تعالى أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. كلام ده علاقته بالعلم شنو؟ علاقته إنه الرجل ده يستخف عقول الناس، قال الدليل على انك تقول مدد يا شيخ فلان ويا هل الله ونظره يا شيخ فلان، قال الدليل قال تعالى، طبعا انت بتلاوز بتقول دي ايه، قال قال تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول، شوف انتبه للآية ذاته، والسعدي قعد قاعدة في تفسيره لسورة البقرة قال ما من صاحب باطل يستدل بدليل إلا والرد عليه من هذا الدليل، أول رد ترد عليه من الدليل الجاب، قال باطل ده الرد عليه من دليل ذاته أول شيء، ثاني بعد ذاك تجيب أدلة ثانية، قال يوم يقول المنافقون
والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. قال ده دليل على نظرة يا شيخ فلان، حسي ده دليل؟ قل بيقولوا ده المؤمنون ولا المنافقون يوم يقول شنو؟ المنافقون والمنافق. أسي دي ما برا كفاية، خليتها مش لقدام. يعني نحن نقتدي منه بالمنافقين؟ واحد. اثنين، الكلام ده في الدنيا ولا يوم القيامة؟ يوم القيامة. هو شيء يوم القيامة الأمر بيختلف. زول بيقيف في يوم كان مقداره 50,000 سنة، انت بتقيف 50,000 سنة لا بتاكل لا بتشرب بتقيف. يوم القيامة أحكام أمره بيختلف. اثنين، ثلاثة، خليه الثانية، المؤمنون والمنافقون مش شايفين بعض؟ مش جنب بعض؟ الزول بيقول نظرة يا شيخ فلان وبكون هنا، وشيخ فلان بيكون في الشيكة قريبة، دين شايفين بعض؟ الله قال لك دين جنب بعض. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا، معناه حيين زيهم. انت لو شيخك ده حي زيك تعال ناقش، وديك ذاته ما حجة. لكن قال يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا. أربعة، انظرونا، معناه انظروا إلينا ولا انتظرونا؟ معناه انتظرونا، انظرونا نقتبس من نوركم، يعني انتم منورين ونحن مو منورين، انتظرونا نشيل من شنو؟ من نوركم. انظرونا يعني انتظرونا، لأن انظرونا مرات في القرآن تأتي بمعنى الانتظار. قال تعالى هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. هل ينظرون يعني عاين ولا ينتظرون؟ ينتظرون معناه. فدي كلها أدلة عليه، لكن بيستخف عقول الناس. والله الذي لا إله غيره، زي واحد في داخلة أم درمان قال لي في البلد واحد ببيع حجابات، قال لي أنا الحجاب إن غالي ب50 ولا 60 حلال، وإن بجنيه ب1000 ولا 2000 حرام. قال لي رخيص حرام وغالي شنو؟ حلال. قال لي الدليل، قال لي بيقول لنا الدليل، قال تعالى ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، يعني اشتروا بها ثمنا شنو؟ كثيرا. ده معناه كذي، والدنيا كلها قليل، لكن ده ما دليل على انك تبيع ايات الله سبحانه وتعالى. ده كله لف ودوران عشان انت تعالج المشاكل دي، تتعلم تعرف العقيده الصحيحه. ويا اخي عليك الله، لو ما دنيا فيها ابتلاءات وامتحانات، ناس من المسلمين نقنعهم انه غير الله من ناديه؟ الناس مشكلتهم شنو الاوائل؟ مشكلتهم الرسول عليه الصلاة والسلام لما صعد الصفا الجبل قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، ننادي واحد بس، إن هذا لشيء عجاب. هسي يقول لك كذب، زي واحد صرح عليل قال وي الناس دارين كنت نادوا الله برا وبس، والله برا مكفيه، أليس الله بكاف شنو عبده؟ لكن هنديل دارين تنادي الله وتنادي معه غيره. ولكن إنسان إذا تعلم عرف الحق من الباطل، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. قال السعدي رحمه الله هذا فيه أن الجاهل إذا جاءه الحق واتصف بهذه الصفة هداه الله للحق. الصفة شنو؟ أنه يتتبع رضوان الله، دائر المحل اللي بترضي الله، دائر الشيل بيرضي الله. لما تكون دائر الشيل بيرضي الله دي نيتك، وتتعلم الله بيهديك للطريق المستقيم. فالعلم ده أهم شيء تملى به الوقت.